كنتشكر السيد الرئيس في يعني في السيسيون اللي حتفيت الحصيلات المهمه اللي حتفيت فيما يخص مجال البنيه التحتيه الطرقات والمنشات الفنيه والممرات داخل الدواوير. تنيت باللي المجلس استطاع انه يحقق تقريبا 55 كيلومتر فيما يخص الكودرون، 15 كيلومتر حلا بلاتفورم. بلاتفورم حلا الولايات يعني. يا غير الولايات. اذا رن التغييرات سي سي المجال يظن ليس اقل اهميه، هي المجال يظن اللي كان مهم اللي تسانس الاداره العامه للجامعه. نرى هذا حيث السيد الرئيس في تجهيزات الجامعه الاداء هذا المرفق يعني اللوجيستيك يعني تحفيظ الممتلكات الاصلاحات يعني كل المسائل اللي دي زوين الولايه نون نرى تنسى ومن تمنيت لحظه. شكرا سي حسين. غير فيما يتعلق ب بالنسبة للإدارة الجامعة الترابية جامعة الربيع رسموكا الزر هذاك النيح اللي حدو شكيح في إعلام وفي حد كرانت غاوسي وين انتني المجالس السابقات سكن المجهود ولكن تليت النقطة اللي بزاف في إيجان الأساسية الصدر هيك منيح الجامعات كله يعني قليل ما ينتبه يعني المسألة هذا. شكر نزرح الناس اللي اجتماعات غير لغرت 300 لقط اللي حتى راكيتيني ورسول استطاع حنكي أذكر حلي استخلاص درمي دن الأكرية اللي انت بمت كورانت قمي حماني كذكر حلي آخره. علاش؟ لأنه أرنتفان أردستي لنا المحالات وطف الجماعة ما يفيد ملكية بأنه الملكية. هذا واحد المشكل ديال الخطأ التسكار يعني حسب غيكليس منيح حلول كري قلت حاجة حلو قنص غصد غير الذي حطف الجماعة ما يفيد بأنه الملكي قوينس حتى وصلت السقر توالو الشخص اللي دار كلام حماس يعني العقارا اللي يستكريت او لا السحيان او لا الى اخره. غصة ضيلة نستطع رسول بعد في الممتلكات وكان ردي وريح التجهيزات. بالنسبة للممتلكات خدمه في القضية الدراسات من اجل تحفيظ جميع الممتلكات الجامعة. ودويسو في حبليان تيتر هادو في حماس الجماعة اليوم زنا ينطف حماس الجماعة يغلي أرمس القيادة حفلة تقوم ين الجماعة اللي لا ينحمس الودادية الباقي الممتلكات البعض نتحولها البعض نسميتو الساحة السوق الخزانة تيقميان اللي نحمس اللي حلا معي هذا المكتب الوطني للماء والكهرباء اللي كران كله وطفنا كرا الوثيقه اللي تتبادل بانه يسمعوا الجماعه. خدم حماس المساله يا سي حسين اللي حط كل سويح الوضعيه 100%. يعني كل شيء الممتلكات الجمعية غير الجامعة غير التقال بالطف الممتلكات الجامعة كانت محفظة طفنت الوثائق نسنت يعني اللي يمكن الجامعة أفلسن تبنو يحرى تسكر المشاريع نس حماس المستقبل من أجل مشاريع المديره للدخل بالنسبه للجامعه لانه الجامعه تخصها تسكر المداخل نص من طبيعه الحال غير هذا المستقبل هاتي الجامعات الاغلبيه خصها تعتمد في المداخل نص تشكا ديال الوقت اللي حرات لكم الوقت غير كان غصد ثم واش كي حد ما وفي حد ما باقي استخلاصه نوفا ديال العدد من التراكمات الذكريه اللي نتحمس ندار ميدن وسطها ورست تخلص النكرة الى اخره. النكرة غير 50 درهم ولكن ماشي ميدن سرينا تخلصنا
يسوري لي وتلي المبادرة يعني اللي كان هو اللي وصلنا كيما ما كان السبب سويح كل الوضعية جميع الوضعية الكرائية سويحت ميدن اللي حاضرنين أتخلص ميدن اللي ور حاضرنين نسكر المحاولة باش أديس نتصل باش أتخلص نسكر جميع المحاولات أي اللي حيكسب سيزمي تسكيرن نسكر الإجراءات القانونية نسكر الإجراءات القانونية اللي واللي خلصني نخلصن واللي فوغنين هاتي ضيتن القانون يتابعتن الخلاص يعني تسوات الوضعية للجماعة 100% حماس المجالات ثم وفي حد مثلا تكتين تقمي لي لنحمس الودادية تكتين حمس القرار الجباية تقمي 100 درهم تصور معايا تقمي إلى ننشكن 100 درهم 100 درهم الشهر 100 درهم الشهر الإخوان الأعضاء ضل بحثنا باش نسكر تعديل القرار الجبائي حماس القضية الكريات نتقمية نسكر تعديل القرار الجبائي غصاد غيلة تكرة سوالف وميتين درهم في الشهر فرق قدن يعني 1200 درهم في الشهر يحكون لنسمون تيحونا للاني نحمس ندار الجماعة كلو تنت وراها حكا 1200 درهم في الشهر كلو تيحونا لنا 50 درهم 70 درهم إلى آخره الله يكون في العوان ورني حنكي بأنه أتي الثمن إيكا أقل شكو حتى الكوميرس بالنسبة للتجار هاتي ساكا تسلاك إلا ما ذكري رزمان لا أنت هنا أشكو السوق يتيسان ولكن زون تيقمي أنه تيقمي فكر حقيس حسنات غوصيوين للإخوان الأعضاء أولا خصها تتكرو إكرا الإدارة اللي صدرنا تخلص هاتي هاتي على المكتب الوطني للماء والكهرباء وفاني يا المقر اللي حتسعم الجامعات تستفد إذا نغي تقمينا أرتوالد في التقمين اللي كان سكن وظيفي القيود يدلي يدلي ولكن ميدر ما سلح وقرار الجماعي ولكن غصة ضيلة نستغلات نسكرس تعديل حماس القرار الجبائي سوالف ومئتين درهم تكروا الإدارة الحمد لله حتى المشكلة الخلاص ولا كذا وصولي لي الإدارة أركأت الزرية الفلوس الخزينة الجامعة ولا ذلك المشكلة بالنسبة للأكرية يا ضنين اللي سنيح نسوي الوضعية 100% غير السيد الرئيس اللي تبدلت الأكرية لنا راح يدرز محي القوس يا ضنين يعني مواقع التواصل الاجتماعي والسن لنا وديت الرئيس المجلس يعني يسكر يعني يدي ديال القرار الجبائي جديد شي صحه ما يد نحدوه هناك يعني يعني تجار تجارنا انا كفرضنا في الناس تجار فرضنا في الناس الضريبه ضنينا يقوت لورمير شي صحه الخيرات نغدا لا غير القرار الجبائي بالنسبه للتجار واللي كره القرار الجبائي بالنسبه للتجار القرار الجبائي الا في المحلات اللي سكرنين المشروبات القهوي ولكن كان التعديل ريلي قديم تعديل اللي لا نبدا الا يعني القرار اللي لا منذ كرات الولايات والجو اللي كان التعديل حماس القرار الجبائي لحد الان ما يتوقعون ما كاين اللي سيفه حماس زند كنا اللي سنيت المواقع التواصل الاجتماعي لنا اللي سنيت انت فات على ذكرانيان ارجل ستيلين تكرات التريمسترات او لاكوس ورتنتي خلص ورتنتي خلص يعني الديون المتراكمه هنا الديون المتراكمه ارني تشكى مثلا اراك تيني اريتيري اي خلص راه تيني دارك
مثلا 400 درهم ولا 500 درهم ولا حسب العدد من التريمسترات. اشكو التريمستر سيتحسب الخير من 3 شهور 3 شهور. انت ربما والصين، ولكن الله اعلم اسكاني حنا كاع، ربما هو اللي يسوقنا الكلمانا وتفصيل المجتمع. اما القرار الجبائي اتحدى حكرانيان ايني الا ما يتخلص وقارن 50 درهم في الشهر حمسنا القهوي السوق يعني كله اقل من 50 درهم في الشهر. علاش؟ لانه كتبني على التصريح راني تشغري كاركي اتي ماشي كيفاش ماشي يمكن بعدا يسكن القرار الجبائي انتني انا انتني تشكاني صرح انك ودي هاتينكي هاتي غادي تربح ماشي ربح هما تصريح المنظمه هما تصريح كذا هما تصريح كذا هما تصريح كذا ممكن السوق نستفوت نستنى كيسي لا نستنى السوق بانه سيكا ضعيف. تصور معايا السوق قسم السوق نشكا كيستي لي نحمس نداري خضار بالخير من اللي كل سمو قلت هاتي ورا عندك 50 درهم اي السوق ما داخل السوق تقطعين سميتو قليل ما حالك من 50 درهم 35 درهم 30 درهم يعني نص السوق بانه السوري بقى السوق كباقي الاسواق للجماعات التي كلها كذا كان باستثناء الاسواق من قرنين زود الخميس زود لحد بالفاع الى اخره ما كل الجماعات مزينين اتي نفس سميتو. القرار الجبائي لم يتغير ما يتغير اشكو يخصيف من المواطن د المستمع الكريم بانه الا القانون الكيرة القانون المنظم للأكرية اللي يدفعو عن الجديد إلا قيس الزيادة من 10% بالنسبة للمحلات التجارية في كل 3 سنوات غير محدود يعني كل 3 سنين قد ما كيتكريس الكاتيني هاد اللي قبل أريتي لي 3 سناف تزيد 10% لمدة 9 سنين كريكات 3 سنين تزيد 10 3 سنين تزيد 10 3 سنين تزيد 10 3 سناف غيلا بحال القانون هذا الجديد اللي لا غيلا 10% حل المحلات التجارية تلقى دائما ما دام انه تكريت المحل تجاري 10% كريكات 3 سنين هاتي تزيد في لك حل القانون ورقيسي اللي سميتو يعني ميدنا اللي كراني معي لهاد السؤال في ريال حمسنا يرسموكم هاتي زيد في اللاسن 100 ريال حتى 3 سنين راه زحتاش كيات 3 سنين يا ضني راه زايد 100 واللي كراني سؤال فاين وهكذا. بالنسبه للمحلات السكنيه قيزن 8% حل القانون الاداره نتاس ورتقيز زود الخواص الاداره خصها تطبق القانون الجماعات كاع اداره راه تطبق القانون القانوني اللي خصو التطبيق نص ولكن كي الخواص مثلا كريحاك ولا اسم يقدر ذاك وقصان حتى حل الكرا ماشي اشكال يقدر تزيد 10% حتى تزيد هذاك الخواص ولكن بالنسبه للاداره كل القوانين الناد فورنين اللي راهي تطبق في الاداره الا خص التطبيق نص. إذا المواقع الاجتماعي أتمناه من اللي قيس أكانين بعض لا سميتو أتمك فين التفاصيل أو لو أن الضرورة اللي تجربة أو لو ولي الضرورة اللي يعني المعلومة صحيحة استنور تحمس الموقع الاجتماعي أساسي الصغلات البعض لأنه ربما البعض غير ذلك دوان نيران التفاصيل هاتي رديشك في الصلاح المسائل بانه يردي لكم الاداره راه تفصل اما حتى كرا الزياده وتلي حمس ما يتعلق بالمقاهي بالنسبه للقرار الجبائي
قرا الجبال اللي بالدايلان ولي اللي كرا القرن انتنا بدايلان انتنا بدايلان صافي نزريس اللي ديوش كان عايشي زايد الى خير نزريس لقيت تيضينا سيد الرئيس بالنسبه للجامعه هي الاداره هي الاداره تسمى الحاله المدنيه على اساسي التسكاري البرنامج برنامج معلوماتي انفورماتيزي لان فورماتيزي على ذاتي المواطنين تاع الصناعي كان تنرت وين ليكستري وين الشهاده ستيلود كذا الى اخره غير لوري اللي غير بحال الى الجديد غير الولايات يعني الولايات غير احلى احسن يعني اللي تشكى كانت نمرايس فوق ليكستري سميتو اتي راه تحت تشكى الى ديال المستقبل اللي سيمكن ليكستري اتينيام زوالي لان فرنسا يمزطين ولي لنا حضر البيضاء تلا غيلاد الطريقة غيلاد نيت يقدر الإكستري أطين تمزط حماس ناس ميتو يعني يعني الطريقة يد ليلة نايلة بالنسبة للقاعات الاجتماعات غير لي تقول لي زرا الأغلبية يسموكم أتي تجهيز تقا مجهزة تزرا متقبل تزرم طيله تلقى مجهزه طويله سد الكراسين د مكبر الصوت نس د التلفازان يعني الاخيرا هاتي كله يزرط المواطن اللي كان الجماعه ولا اللي تزرم اللقاءات اللي كله بيسنتي الزراين الانشطه الى اخره الحمد لله تلاح المستوى اللي كان سميتو بالنسبه يعني تجهيزات يا ضنين زندي حنا لنا الالات النسخ فوتوكوبي نصغاد كرات الفوتوكوبيات كريغات المكتب غير تلاقي فوتوكوبي كريغات اشكو كاتينيات الوقت ارن كلو تصور الورق حماس نيات اختالي بديتي لي لامبان ارتيني المشاكل ارتيني كذا غير كود المكتب هاي قيس 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 الحواس البنس قيس الفوتوكوبينس يعني حتى المكتب ورد سولي فوق الموظف يدوس المكتب هذه يضني دان جميع المكاتب تجهز الحواس البنس الفوتوكوبيات نسن البيروات نسن الظروف ضيق الا يميك ولكن ان شاء الله الا البرنامج نتمنى ان شاء الله الولايه اللي ديوش كان ان شاء الله والنموذج القبلي ينفذ البرنامج اللي نسرس بالنسبه هي الجماعه ككل الجماعه كله تحل البنايات المسؤولة كله باش تلي يتسع اللي حرايه في الموظف يعني الراحه نصح الناس اللي خدمت بالنسبه لاصلاحات البنايات اتزرم يا الساحة يعني اللي تكشم الساحة اللي لا حضرت الجماعة اتي تلاقي ساكو ثانية تزار تلاقي سكرا سميتو تلاقي سيات البناية مهدارية تلاقي سميتو اتي نسكر الاصلاح نص اتي الحمد لله اتي زرين تقيس اللقاءات زرين تقيس الانشطة الثقافية زرين تقيس استكمال عملية التحفيظ زريكيس يعني الحفل توزيع الجوائز التلاميذ حماس الحفل المدرسي يعني القاعات كاع يعني القاعات كاع تلاح المستوى اللي المطلوب بالنسبة للتجهيزات يا ضنين لنا لا جي سي بي اللي ديش كان حتى انت اللي نيوي اللي لان اللي تقدون الاغراض وخصوصا الاغراض الجامعات كان مهمه ولكن لان درنا على الاكراهات والتخديم تيوتي دا سيد الرئيس باش شويه تخديم صحيح نيوتي تخدم هي المده اللي حنا فا ما ستيت سوق ولكن ندير نحكر الاكراهات جراند ما تنتي انا سيد الرئيس الاكراهات اللي دكرانين كاتين اردر كيتي للمياوين اردي تشكاري تخدم راس تخلصت
خاصة ضيلة المياومين خاصة تنتقي تحمس الإركار الصندوق مفروض ما يوقع الشافور اللي دار الحلام اللي تسوق السي سي بي يقى متقاعد صاف الطرف المطمئن كل يمكن نقي الغواز أرنسي قيل الشافور يضني نسكر الإعلان حماس البورطي يسين لك رانيان ما ديتاش كانس الجامعة دي انتقل حماني يضنين إلى آخره نسكر القيس ماشي غير نتا نسيق القيس الشافور أرنسي قيل التريسيان أرنسي قيل التقني أرنسي قيل والمالية توظيفات الجديدة بورغين توظيفات راح يمكن نرات نسكر ولكن يكونوا فاتنت نسكر كلا بس مهم كمياومين لا ورنسوا العائلة دي إسكالي شكتي تكويح في السبب يعني نسوا في التراكس غير ما يقان السبب اللي حسكوس السيد اللي دار نحي يخدم يقا متقاعد أرس نقرا غير إحدى نحي لكران الظروف القاهرة زندو السان ليلة ونزار قني غرسا اللي حضر 45 مليمتر إلا دار نحو غرس المحجوب إلا يقن وفتايت تعدر وان الجديد غاكودان إلا دار نحو غرس إنسكا إلا دار نحو غرس نتقل موست إلا دار نحو غرس دو بوست إوين دوامان أول الرومبلي أرمس نغين يسكوس قيس يعني غاكودان نرس نقرأ أرز نتيناش كده قضو ياحر غارض أرز نتحيد المسائل اللي قانين تي الجامعة بالنسبة واتس خدمت نتا دار المواطنين اشكال تشكل المواطنين ركيتيني ريح تراكس غادي تقال المشروع المدير اللي الدخل تبي خاصها تشتمل فلوس الجامعه ولكن نور نكرهين كني انما درنا حل الاكراهات السيد درتو في تسوت سخنت لانه ذلك ما حاس تخلصت مانيك زوردو وتفكر بكناك راه الحل هذه مثال ان تما غنديس ما غد الحل يتسكر ما غد الحل يتسكر علاج رنسقي لي ما حل التعاقدي يحيقان استر تي كونترا السيد المدير علاج اشكو حتى الكونترا وتاح وتدرنا الحق نكني استنسكر وتا بالنسبه للجامعات ولكن السيد المدير علاج كفي حاس اني حاس تبع الموضوع باش يتسكر الحل ولا حتى الاخوان الاعضاء ولا عبد ربي نتحاول ما امكن ان في الحل باش تفوغ ان شاء الله راهنا اشارات المواطنين يعني هذه مساله ثم اقتناء سياره المصلحه عيك لي صرام سيارة المصلحة من طبيعة الحالة تي ضرورية بالنسبة التي تزريت المشاريع ضعيلة اللي كل التسكرنين ولا تقديم انت سورسو تخدم السيد الرئيس لا تخدم بالنسبة مثلا تي غيلة نيتر تتوي الموظفين سيتسملالت بالنسبة للتلقيح ارتيلين بعض الزيارات الأوراش ارتتوي الزند التقنية ارتتوي نسا سميتو تخدمو كان غيلة نيتر تخدمو كان دائما تخدم بالنسبة الدراسة التقنية من طرق هاتي نساو الفلاس لكاميرا بالنسبة للكاميرات المراقبة لان درنح الكاميرات المراقبة اللي غيك اللي تستن هاتي أعسس مليح يوم التقاعد نفكر ورتفت الضفط لان هي نسك الكاميرات المراقبة هاتي قانت الكاميرات قانت المراقبة وقنس يعني للجماعة والإدارة ولا حتى برانس يعني كانت مهمة بالنسبة لنختد الحافلات النقل المدرسي تنرى بلاس نجمع حماسة غير كباشا كان نيحة صغات نتكى الجماعة نتسون لك غير النساء غير التجهيزات اللي تسكر الجماعة ممتلكات الجماعة علاد اللي تزيد حماس الولايات ما تيرسونتهم إذن بالنسبة للجماعة
خير هذا كيسي كان درك غير هذا النقل براسي ولا لومبيلونس راه تنب درهم مسن تعليم الصحه ان شاء الله غير المهم حماس نغيد بزاف الرقم واحد هو التحفيظ الممتلكات الممتلكات خاصه هذه الجامعات تستطع التسكر المشروع حمص الممتلكات نسل دار صغير اكثر من 600 متر كاري الساحه دي خربانه نشكو شنو ملكيه ثلاثه نقطه يضمن السلحاس حمص قضيه التواصل الاجتماعي وهو يرسم الباب وهو يرعيوا كلمه الى اخره يعني يات الجهه الا قيسي وغرب يرد الضر حيت نعطي المتتبع المواطن اللي لا نحمس المركز الرئيسي راه كلشي نحيت نسلسل غرب يضنين لابريك رغم انه تيغني غاز الزنيق يعني يمكن احنا نقيس نرز من الباب ماشي سي لا ما راه داحي منعو ولكن ونحتاج الباب الجامعات طف اربعه البيبان الدرس لا اربعه البيبان طف الجامعه ماشي ضروري باش تضحت ترجمت الباب يضني يحتي دور تيوي الوقت باش كان اسميتو دانا هذا من بين المسائل اللي تسكن لها الجامعه كانت مهمه ان شاء الله نتمنى المستقبل يوانا ديش كان باش يسكر افضل ان شاء الله البنايات انا كنشكر السيد الرئيس في سيفونا لحتفيت في المجال يعني الاداره العامه للجامعه غير درنا موتيسيان سي تلقي التيضنين اللي كان مهمه اللي ارتبط بالواقع المعيشي اليومي للمواطن استيغان الضوء درنا السن يري المواطن حتى انت من نسبه لكم حماس نطاطيه يعني الكهرباء حماس ياكل سولي غماك راه دوار وكيسي للضوء ياكل غمان تكمر كيسي للضوء لكم الكلمه السيد الرئيس شكرا سي حسين غير بالنسبه للضوء بالنسبه لجامعه الربيع رسموكا التغطيه 100% لا نطبع القوانين اللي تحدثنين اللي نطبع القوانين اللي الثور سميتو يتسكر قسنا ديال المجهود ان شاء الله هاتي تسكر سنة الدراسة ثم تسكر تحيين الدراسة ميدنا اللي ساو اللي البعض نتكمى اللي كوكني هاتي المجلس الإقليمي يوعد باش إن شاء الله هيك يفكوا يعني المشكلة أشكو حتى وريقيك على الميزانية يقودن يا الله يسجي سلايا الأحوال نيان 400,000 درهم تبيتي تسيس الدار 40 مليون سنتيم يعني حسب اللي تكفى الدراسة إن شاء الله عن قريب إن شاء الله نتمنى باش البعض الكوانين زعما حلاني تفغني دورا كرهت تقوم كرهت تقوم اللي نفعنيني دورا ولا تحدات انت ايه كانت الجديد واش كان الجديد وقيست ولاني بوطو حتى ما سنت وثلاث نتين لكم كراي خصها ديال البوطو كراي خصها نتين كرا زان دغوي غير هذا غنغوي تضرب جنب باش ميد اللي استطع علينا هاد السكرن اللي خدمت سنتين سكرنت الا انا حيت تسملالت الا حيت صبويا مثلا كل غنيات الزرين الضو ونصن وندرس الامكانيات الزرين الضو شكون خلينا ناري التوي ما بين 20 30 الف 15 الف درهم يعني سميتو الاخير نقدر الغرض ولكن من دني وسط يعني ان شاء الله لا نحمس نسبه التغذيه الكهرباء حيت ممكن تلقى 100% 100% غير تزايد احيانا يعني انه الجماعه تسكر يعني تزويد الملعب الرياضي حماس الولايات اللي تيوين ضو حماس نقول كارفار الملعب الرياضي ثم المسجد وعمور حتى انت تزويد تخصص ديال البوطو ولا سينتي الزريناس سميتو ثم تمديد الاناره العموميه تمديد الاناره العموميه حماس نبو زكار حقرسان اللي تاوينس شاقنيت نتبرار نويد الاناره العموميه ارمس المحطه من طوبيس
أشكون ميد نرت نسر الطوبيس حماس نغيم خصوصا ولي تكزنين تسعود ثمانية سوف لا إلا صغيني قال خطأ بسين الطوب غيلا إناراني ويتي داي اللي حتي نسلك مي دار المحطة يعني يجيو غرس باش المواطن اللي دي تكزن يحسي قدر حماس نغيم الزيجيز حماس نتوفوت هذا يقان السبب اللي حنسكر يعني التمديد الإنارة العمومية حماس المنطقة يعني وكان غيد حتى انت يقى يعني المشروع اللي تسكر الجامعة حماس الولايات ثم الكليراج بيبليك يعني الإنارة العمومية تسنت الإنارة العمومية سدر نحيلا كتنياد اللي لانت المواقن كانت الكونتور زوند كان عادي عادي نسكر المبادره نبدل كل الكونتورات نسكر قسم ويلي كارت علاش لان الميزانيه اللي دار نحيلا نحمس الجامعه نضو تبقى يا 35 يا 70000 درهم 7 المليون تنتقسم في جميع المواقن اللي لاني نحمس يرسموكم رسمت كي 6 شكا 25 درهم او 28 درهم من الكونتور عاد نتاسي العدد المواقن اللي لاني نحكر يقطع دوار رسمت كان الحساب رسمت نقول لك يقطع دوار منك تقال حصه نص حماس الميزانيه ما نسكر ارتيني عيلاد أدوار الفلاني لدرس الحصة والفين درهم يوسكوس أشكو إلا ما دارت له والفين درهم إلا ما دارت له غير والف درهم إلا أدوار اللي دارت له 3000 درهم إلا حسب المساحة الدوار العدد المختلي العدد المواقن أرمت عمار لاكارت أرتوين خوتي نحمس المكانة أتنتجر هنا إشارات الجمعية ودوار يحدي ربي يكمل أصلا الضوء أو لا تلك للمناسبة أو لا رم الضوء ألا كذا أرتي تشكى الجمعية تعمر لكارتان خونتين وين أحتي الدح يعني الميزانية نحن كني اللي دارنا حلان توزع باش حتى انا دوري تقصوا دوري ني كان كير غاد الضو هو كيور دار كير غي وهو كي هو كذا يعني ارزيكيز الخيران س س وقيس المشاكل يعني كني بالنسبه للجامعه وقيس لي المشاكل مقارنه مع الجامعات اظنين نتمنى الى ان شاء الله يقدر نحي لي تريسيان الجامعات نفكر حماس المساليات باش ادي ستيليات الكونترا يحسنوا فا باش الجماعة الدليل لك للمشكل أي قرأنا إشارة في الإصلاحات مثلا اللي تلين حماس الكليرج بيبليك يدوران